انتهينا أيها الأحبة في الأسبوع الماضي من الحديث عن الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، واليوم إن شاء الله رب العالمين وفي هذه الليلة المباركة سنقف بعض الوقفات مع الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين. وهذه الأحكام ربما قدمنا أو ذكرنا بعضها في ليالي العيد، نذكر بالسنن والأحكام، لكنه لم يكن شرحا مفصلا. فإن شاء الله نتناول هذا الفصل قبل أن ندخل إلى باب عظيم من أبواب الفقه، وهو باب الجنائز والأحكام المتعلقة بها. في البداية أيها الأحبة، إن العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذان العيدان من خواص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس للمسلم على الحقيقة عيد غيرهما. فقد جاء في السنة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبان فيهما في الجاهلية، فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا، أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. فهذان هما العيدان الوحيدان العبادتان اللتان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما غيرهما من الأعياد سواء كانت أعياد خاصة كأعياد الميلاد الشخصية أو أعياد عامة كما يحتفل بعض الناس ببعض الأيام في مناسبات عدة، فهذا كله بعرضه على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أنه ليس من السنة، أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم أزمنة طويلة وسنوات عديدة، وهو الذي لا يتكلم من تلقاء نفسه، وإنما يتكلم بالوحي الذي يأتيه من ربه سبحانه وتعالى، وما رأيناه صلى الله عليه وسلم احتفل بغير هذين اليومين. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بغيرهما، والعجب كل العجب ممن يبدع أو يفسق من يقول بأن الأعياد المخالفة لهذين العيدين ليس من السنة. الأصل أن نقول أن ما خالف هذا ليس من السنة، لا أن يقال لنا أنكم حينما تقولون الاحتفال بالميلاد ليس من السنة نبدع ونفسق، بل ويصعد بعض الناس على المنابر فيسب ويشتم من يقول بأن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السنة. يعني المسألة ليست بالأهواء، المسألة ليست بالأهواء، إنما نحن مسلمون، يحكمنا دين دليل من كتاب أو من سنة، فلا ثمة دليل. وهذه مسألة ناقشناها في خطبة الجمعة قبل الماضية، لن نطيل فيها الكلام، لكن فقط بلغني من بعض إخواننا أن بعض الناس يعني بعض خطباء المنابر صعدوا فقال: من يقول بأن الاحتفال ليس من السنة فبئس لهم ثم بئس لهم ثم بئس لهم. احنا ما قلنا من يقول بأن الاحتفال من السنة بئس له بئس له بئس له، نقول بأن الاحتفال هذا ليس من السنة، ومن يفعل ذلك فقد خالف. وقلنا من يقول بأن الأعياد هذه مشروعة كعيد العمال وعيد الفلاحين وعيد الصناع وعيد الحب وعيد الأم وعيد الأب
وهذه الأعياد من الدين لابد أن يأتي بدليل، لابد أن يأتي بدليل، ما نطلب منه أكثر من ذلك، آتنا بدليل واحد فقط نقر لك بالمسألة وندعو إليها، نعلم أنك قد تبتغي الخير وأنك ربما مخلص في عملك هذا، لكن ليس كل مبتغ للخير يدركه، ليس كل مبتغ للخير يصيبه أو يدركه. وأي عمل كما نقول دائما ونركز على هذه المسألة ونذكر بها من حين لآخر، أي عمل لا بد أن تعرضه على الكتاب والسنة. هناك فرق بين مسائل المباحات ومسائل العبادات، والعيد من العبادات وليس من العادات. الأعياد إنما هي عبادة يتعبد الإنسان بها لربه سبحانه وتعالى، ولنا قدوة، يعني نحن ما جعلنا هكذا، وإنما لنا قدوة، وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال بشيء من تلقاء نفسه كائنا من كان، هتقول لي عالم، تقول لي شيخ أزهر، تقول لي عالم العلماء الملقب بالعلامة والبحر الفهامة والمش عارف الكلام ده كله، إذا جاء قوله مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء عمله مخالفا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاضرب بقوله أو عمله هذا عرض الحائط كائنا من كان. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الهدي هدي محمد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل هدي فلان. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وكلمة المحدثات في الدين، حتى ما يأتي واحد يقول لك لما في الطائرات محدثات والبواخر محدثات والبوارج محدثات والملابس هذه كلها محدثات، كلم على المحدثات في الدين، ليس ما يستحدثه الناس لإصلاح معاشهم في هذه الدنيا. وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، قالها صلى الله عليه وسلم. ولا يقولن أحد بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة، لأن هذا كلام مردود نقلا وعقلا. على كل أردت أن فقط أن أؤكد على هذه النقطة، أننا كمسلمين ليس لنا من الناحية الشرعية إلا هذين العيدين فقط، الفطر والأضحى. طبعا معهم الجمعة العيد الأسبوع، خلاص اتفقنا على هذه المسألة، وهذا ما جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. والحكمة في جعل هذين اليومين عيدا، لأن كل منهما إنما يأتي بعد عبادة عظيمة. ستجد عيد الفطر مثلا يأتي بعد عبادة عظيمة وصوم شهر كامل الإنسان يصومه، يمسك فيه عن المفطرات الطعام والشراب وشهوة الفرج، وقد يعالج الحر وشدة البرد والجوع والعطش، ويترك هذا كله لله عز وجل احتسابا للأجر، إيمانا واحتسابا، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا جزاؤه مغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في بعض الآثار، وإن كان فيها كلام عند أهل العلم، أن يوم العيد هذا يسمى بيوم الجائزة، يوم العيد يسمى بيوم الجائزة، اليوم اللي بيتقاضى فيه أنت عملت عمل لمدة كلفت بعمل وقمت به على أحسن وجه، لا بد أن تعطى جائزة. قيل إن هذا اليوم هو يوم الجائزة، وساقوا في ذلك حديث لكنه فيه مقال عند أهل العلم. الحكمة من مشروعية الأعياد أن يجتمع أهل البلد الواحد. تعرف الأصل في الجماعة، في صلوات الجماعة، الأصل في صلوات الجماعة أن يكون في مسجد واحد في المنطقة، لكن تيسيرا على الناس جوز إقامة مصليات لأداء صلاة الجمعة، لأن الناس كثرت واتسعت الرقعة وكثر المسلمون وانتشروا في البلدان لكن الأصل أن يكون لأهل الحي حتى في الجمعة. الأصل حتى لو كان هناك مساجد مصليات صغيرة أن يكون هناك مسجد كبير يسمى بالمسجد الجامع، المسجد الجامع. تخيل إحنا عندنا الآن مثلا في مدينة مونتريال يفوق 130 مسجد كما على حدود علمي، أكثر من ذلك، وكل هذه المساجد بل أعظمها أغلبها يعني تقام فيه الجمعة،
وفي طبعا المساجد هذه لكل من القائمين عليها أو الدعاء فيها لكل منه وجهته ومنهجه، وقد يختلفون أو قد يتفقون. تخيل إني لو كانت المدينة فيها 4-5 مساجد كبار، مساجد كبيرة، أو 3 في مثلا في الإيست وفي الويست وفي النورد وفي السود، يعني في هذه على الأقل تجمع المدينة بالكامل، يكون فيها مساجد كبيرة. تخيل أنت لما تدخل مسجد ويكون فيه 50 مصلي، بخلاف ما تدخل مسجد ويكون فيه فوق 2000 مصلي. أحيانا ولادنا مثلا في البلاد هذه لقلة ترددهم على المساجد وقلة اجتماعهم بالمسلمين لا يرون تجمعات كبيرة للمسلمين، فيظنون أنهم قلة. لكن مثلا حينما يعقد مؤتمر كبير، مؤتمر عام، ويأتي فيه آلاف مؤلفة من المسلمين، ما شاء الله، كلهم مسلمين، فين عايشين هذا؟ موجودين، يعني العدد ما شاء الله كبير جدا. فهي من العلة، من مسألة حكمة من إقامة صلاة إقامة العيدين. الناس طبعا تجتمع، أهل البلدة الواحدة يجتمعوا في الصلاة ويتقاربون ويتحابون ويتغافرون ويتسامحون، كما سنبين هذه المسألة. ولذلك من السنة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن كان يصوم يصليش العيد في المسجد إلا لمطر. يعني حتى واحد يقول لك احنا نصلي العيد في لما يكون في التلج نصلي، كيف احنا نصلي في لا، احنا بنقول السنه اذا توفرت، اذا تيسرت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابه رضوان الله عليهم وارضاهم ويصلي بهم خارج المدينه في العراء، في المكان الفسيح الواسع. العله هنا ان يجتمع كل الناس في مكان واحد، فاذا اجتمع كل الناس، تخيل الرجال والنساء والصبيان والعبيد والغلمان والعجائز، حتى النساء اللاتي عليهن دم الحيض يجتمعن، هذه لا يتسع لهم المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج ذوات الخضور، النساء اللاتي عليهن، يعني عليهن حيض، أو المرأة تشهد مجامع الخير، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحكم في مشروعية صلاة العيد كثيرة جدا. طيب، ما حكم صلاة العيد؟ كثير من الناس ينامون عن صلاة العيد، وإذا سألت ما الذي سنة؟ طيب، هي سنة، وإن كانت سنة ألا تفعل؟ ألا تستحق أن نحرص عليها؟ هي معناها سنة إن خلاص نفرط فيها، زي ما واحد مثلا تقول له اعمل دي، تقول لك هي واجب ولا سنة؟ إن قلت له واجب يعملها، إن قلت له سنة لك طيب ما هي سنة؟ يعني إذا عملت أخذ أجر، إذا ما عملتهاش لا أخذ، لا ليس علي عقوبة. لكم أن تتخيلوا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يأتيهم الأمر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر جاي، ما كانوا يسألوا الأمر هذا للندب أو للوجوب، لكن متى يسألون عن سنة وواجب؟ إذا لم يفعلوا. لأن الإنسان إذا جاءه أمر ولم يفعل لابد أن يسأل، طيب الأمر ده كان للوجوب ولا كان للندب، يعني الاستحباب. فإن كان للوجوب يعلم أنه قد فوت واجبا ويأثم على تفويته، فاستغفر ربه سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله عز وجل. وإذا كان للندب أو الاستحباب يعلم أن هذه من الرخص، ويجوز له أن يترك الأمر المستحب. لكن عند مجيء الأمر ما كانوا يسألون، لا هو للندب ولا للإيه ولا للإباحة. أما النهاردة ما شاء الله الأوامر واضحة بينة، وقول لك بس هذا الأمر للندب ولا للوجوب. أصبحنا كلمة للندب ولا للوجوب دي يعني كلمة معروفة، ما شاء الله عرف حقه تمام. يعني فصلاة العيد حكمها إيه؟ العلماء ذكروا في حكم صلاة العيد ثلاثة أقوال في حكم صلاة العيدين. القول الأول أنها واجبة على الأعيان. يعني إيه واجبة على الأعيان؟ يعني إيه واجبة على الأعيان؟ واجبة على الكل، خلاص، واجبة على الإيه؟ على الأعيان، يعني وجوب عيني. لأن الوجوب العيني إذا لم يفعله واحد يعاقب عليه، وإذا لم تفعله الأمة تحارب على ذلك. يعني إذا لم تفعله الأمة، يعني أتفعله بلدة ولا شيء، يحارب على هذه المسألة.
لكن الوجوب الكفائي إذا قام به بعض الناس خلاص يسقط الايه، يسقط الحرج عن الايه، عن الباقي. القول الأول قالوا أنها واجبة على الأعيان، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأحد أقوال الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال بعض المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب يا جماعة حجتكم إيه في المسألة هذه؟ إيه دليلكم؟ هذا الكلام هذا ليس رأيا، لا بد له من دليل. قالوا عندنا أدلة. طيب الدليل الأول قالوا الله عز وجل يقول فصلي لربك وانحر. طيب فصلي ده فعل ايه؟ امر ولا فعل ماضي؟ فعل امر، والامر هنا للايه؟ للوجوب. اخذوا بظاهر الامر، خلاص الامر للايه؟ للوجوب. والقاعده المعروفه الامر للوجوب الا اذا اتت قرينه او دلاله علامه تصرفه من الوجوب الى الايه؟ الى الند. هذه قاعده. طيب الدليل الثاني قالوا يقول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم، وكذلك لتكبروا هنا أمر للإيه؟ للوجوب مؤكد باللام، مش تكبروا، ولتكبروا في أمر توكيد. فقالوا الأمر بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى. يعني مش المقصود به تكبروا التكبير اللي هو قبل الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لا، المقصود به التكبير الزائد على تكبيرات الايه؟ الصلاة، سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام في الأولى، خمس تكبيرات غير تكبيرة الايه؟ القيام في الركعة الايه؟ الثانية. من الأدلة على القول بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما زال يلازم ويحافظ على صلاة العيد وما تركها، ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيدين. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات ترك صلاة عيد فطر أو عيد إيه؟ أو عيد أضحى، وعدم تركها في عيد ومداومة خلفاؤه والمسلمين من بعده عليها. الناس مداومة عليها حتى الإيه؟ حتى الآن، وما يعني لا يعني لا تستطيع أن تقول بأن بقعة من بقاع الأرض فيها مسجد لا يقام فيه صلاة العيد في هذه الايه في هذه الأيام. من الأدلة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج إليها حتى النساء وذوات الخدور والحيض. حتى النساء ذوات الخدور اللي هي المتسترات، حتى اللي ما المتسترة تخرج، خلاص تخرج بلباسها متسترة إلى الايه؟ إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس جميعا بالخروج وأمر النساء. طيب إحنا لما نيجي لصلاة الجماعة، لما كنت نتكلم عن صلاة الجماعة، هل يجب على المرأة الجماعة؟ طيب إن خرجت إليها وصلت صلاة صحيحة ولا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن أمر كهذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء والمرأة التي في خدرها ولا تخرج من خدرها، يعني في سترها، يعني في مكان في خبائها ولا تخرج منه، حتى النساء اللاتي عليهن الحيض يخرجن، يعني هذا أمر يدل على الايه؟ على الوجوب ولا الاستحباب؟ لو كان استحباب، كانت مسألة استحباب، كان خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء خرج ومن لم يشاء لم يخرج، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها ايه؟ على أنه الاستحباب. حتى أمر على للوجوب، حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها، يعني المرأة التي ليس لها جلباب أمر النساء أن يتصدقن على أخواتهن فتلبسها من ثيابها حتى تتمكن من الخروج لأداء صلاة الإيه؟ لأداء صلاة العيد وشهود مجامع الخير. من الأدلة قالوا إنها من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، فكانت واجبة كالجمعة، وكذلك يجب قتال الممتنعين من أدائها بالكلية. تخيل أهل بلد كده عزلوا نفسهم وقال لك إحنا ما بنصليش العيد ولن نقيم صلاة العيد. هذا لو أن في يعني في حكم شرعي وفي تطبيق شريعة وفي حاكم مسلم شرعي، الأصل أن هؤلاء القوم يقاتلون على ذلك كما هو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الأدلة قالوا أنها مسقطة للجمعة. إحنا لما كنا نتكلم في الجمعة قلنا إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد فمن صلى العيد سقطت عنه الجمعة، مش قلنا هذا؟
طيب يا أخي إذا كانت هي أصلا صلاة العيد مسقطة للجمعة تبقى صلاة العيد سنة تسقط فرض؟ طب ما لو كانت سنة خلاص تبقى سنة وصليت سنة خلاص، لكن واجب ما كان إيه؟ ما كان واجب لما كانت هي مسقطة لصلاة الإيه؟ لصلاة العيد وصلاة الجمعة، وصلاة الجمعة واجبة، دل ذلك على أنها واجبة إذ لا تسقط سنة إيه؟ واجبا. وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. هذا القول الأول، وهذه أدلته واضحة. طيب القول الثاني قالوا لا، هي احنا نتفق معكم أنها واجبة، نتفق أنها واجبة، لكنها واجبة وجوب كفائي، واجبة على الإيه؟ على الكفاية، فلو قام بها بعضهم سقطت عن الإيه؟ عن الباقين. يعني مثلا إن شاء الله احنا في المدينة آلاف مؤلفة، تجد يوم العيد مثلا يصلي مئات أو يعني أو بعض الآلاف في المساجد، في حين أن كثير من الناس عنده خدمة بيعمل أو نايم أو ما صلاش أو ما قامش، فقال لك خلاص الجماعة اللي صلوا يكفي الجماعة اللي إيه؟ الجماعة الذين لم يصلوا. وهذا مذهب الحنابلة وبعض الشافعية، وحجتهم أدلة الفريق الأول، حجتهم أدلة الفريق الأول في الأخذ أنها واجبة. قالوا نعم نتفق معكم، الكلام أنتم تقولوا ده مظبوط، كله مظبوط والأدلة كلها قوية، نعم أنتم قلتوا أنها واجبة وأدلتكم هذه تفيد أنها واجبة، نتفق معكم على ذلك. طيب إيه اللي خرج الوجوب بقى من الوجوب العيني للوجوب الكفائي؟ هذه مسألة لابد من التفريق. خلاص، وحجتهم أدلة الفريق الأول، لكنهم قالوا لا تجب على الأعيان لأنه لا يشرع لها الأذان. الصلوات الواجبة كلها بأذان، هات لي صلاة واجبة ما فيهاش أذان، ما في. خلاص الصلوات الواجبة كلها لها أذان، فلم تجب على الأعيان كصلاة الجنازة مثلا، صلاة الجنازة فرض كفاية كما سنبين، ولو وجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة. خلاص لو كانت المسألة فرض عين كانت الخطبة واجبة والاستماع إليها واجب، في حين أننا سنبين الآن أن من اكتفى بالصلاة وانصرف ومشى فليس عليه شيء، أما خطبة الجمعة لا، خطبة الجمعة لا، الأصل أن يستمع إلى الخطبة، ومن أتى يعني متأخرا ذكرنا هذه المسألة ووضحناها، لكن في صلاة العيد لا، خطبة فيها سنة والاستماع إليها استماعها سنة. القول الثالث قالوا لا لا لا، هي ليست واجبة على الأعيان ولا واجبة على على الكفاية، هي سنة مؤكدة. وهذا مذهب مالك والشافعي وأكثر أصحابهما، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما ذكر الصلوات الخمس، جاء أحد الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني عما فرض الله عليه من الصلاة، أخبرنا عما فرض الله عليه من الصيام، أخبرنا عما فرض الله عليه من الزكاة، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في الصلاة إيه؟ ها؟ أدل على الصلوات الخمس، وبعد كده قال له إلا أن تتطوع، يعني هذه الخمسة فقط الواجبة عليك، المفروض عدا ذلك من الصلوات إلا أن تتطوع، يعني بإيه؟ يعني سنن. خلاص؟ طيب هذا قول. نعم لا، ما هي الجمعة يعني ما احنا قلنا هذا الكلام، قلنا انه يعني ليس في الحديث صلاة الجمعة مع انها واجبة، قالوا ان صلاة الجمعة ثبتت بأحاديث اخرى بأدلة اخرى تفيد الوجوب. من الأدلة انها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها اذان، فلم تجب بالشرع كصلاة الايه؟ كصلاة الضحى، يعني هي صلاة طبيعية زيها زي الصلوات، فيها ركوع وفيها سجود وفيها كل شيء، ولم يشرع لها اذان، فاتفقوا مع القول الثاني في هذه المسألة. جماعة التانيين قالوا لا، اخرج من فرض العين لفرض الكفاية لأن ملهاش أذان، لو كان لها أذان كانت بقت فرض عين زيها زي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هم يقولون هذا الكلام، ولكنهم نقلوه إلى السنة. والراجح والله أعلم من الأدلة وما سقناه القول الأول فأدلته أقوى، القول الأول فأدلته أقوى، القول بأنها سنة مؤكدة ضعيف. أما حديث الأعرابي فلا حجة فيه لأنه خص الخمس بالذكر لتأكيدها ووجوبها على الدوام وتكرارها في كل يوم وليلة، وغيرها يجب نادرا كصلاة الجنازة والنذر وغير ذلك. أما القول بأنها فرض كفاية فلا ينضبط، ثم هو إنما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل الإيه؟ بفعل البعض كدفن الميت وقهر العدو، يعني المصلحة، يعني إحنا العلة في صلاة الجنازة إيه؟ إن ندفن هذا الميت،
طيب إذا كانت العلة أن احنا ندفنه، فتحصل الايه؟ تحصل هذه العلة وتتحقق الحكمة بصلاة رجلين مع الإمام ولا واحد مع الإمام، انت خلاص انتهت العلة. لكن العلة في صلاة العيد مش هي كده، مش ان احنا نقيم صلاة العيد، العلة في العيد ان الناس كلها تجتمع، ليست العلة ان احنا بس نقيم الصلاة، لا، العلة ان يجتمع الايه؟ ان يجتمع الناس في العيد. وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض، بل صلاة العيد شرع لها الاجتماع اعظم من الجمعة، فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة وأذن لهن فيها، وقال صلاتكن في بيوتكن خير لكن. هذا فيما يتعلق بالإيه؟ فيما يتعلق بصلاة الجمعة. طيب، متى نصلي العيد؟ متى نصلي؟ في وقت بداية، في وقت بداية، وكذلك لها وقت إيه؟ ولها وقت نهاية. فيجوز لنا أن نبتدئ صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد مضي وقت الكراهة. أنت لما بتصلي الفجر وتجلس في المسجد ونقول لك ما تصليش، خلاص لا يجوز لك أن تصلي إلا إذا ارتفعت الشمس قدر إيه؟ رمح. طب الرمح، لا أنا عارف القدر ولا عارف الرمح، قول لي الآن بمقدار 15 أو 20 دقيقة، ما بين 15 أو 20 دقيقة، أنت جلست بعد الفجر وصليت سنة الفجر، حبيت تجلس في المسجد، لا يجوز لك أن تقم تتنفل وتصلي إلا إذا أشرقت الشمس وارتفعت بقدر بعد الشمس، يعني بعد الشروق 20 أو 15 دقيقة. وضحت يا أخواننا هذه؟ طيب، هذا الوقت من بعد هذا الوقت الذي يجوز لك أن تصلي فيه، لأن بعد الوقت ده يجوز لك أنت تتنفل، يعني بعد الشمس ما ترتفع بقدر يعني بقدر الرمح أو 20 دقيقة يجوز لك أن تتنفل، أن تصلي نافلة. لكن في الوقت هذا، حتى من بعد صلاة الفجر حتى هذا الوقت لا يجوز لك. إذا نبدأ من هنا، يعني يجوز لنا أن نقيم العيد، صلاة العيد مباشرة حينما تمضي 20 دقيقة بعد شروق الشمس، خلاص. وبهذا قال الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. فعن عبد الله بن وصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، أنكر إبطاء الإمام أي تأخر الإمام، وقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني الوقت اللي احنا قاعدين فيه ده كنا انتهينا من الصلاة، كنا انتهينا من الايه؟ من الصلاة، وذلك حين التسبيح. الأفضل، لكن هناك أفضلية، هناك أفضلية، والأفضلية إنما أتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، السنة. عندنا صلاة العيد وصلاة الايه؟ صلاة الأضحى، عيد الفطر وعيد الايه؟ الأضحى. في عيد الفطر الأولى أن تؤخر الصلاة، يعني نأخرها شوي، مش بالضرورة ان احنا نعجل بيها، خلاص. الأولى أن تؤخر صلاة الايه؟ صلاة عيد الفطر. أما في عيد الأضحى الأولى أن نبكر بصلاة عيد الأضحى. العلة في الأضحى أننا نعطي فرصة لمن أراد أن يضحي حتى يكون عنده متسع من الوقت، لأن الذبح إنما هو مرتبط بالصلاة، خلاص. الأصل أنه لا يجوز لك أن تذبح إلا بعد الإيه؟ بعد الصلاة، بعد صلاة الإيه؟ صلاة العيد. طيب، إذا احنا أخرنا ساعة وساعتين بعد الشمس ما تطلع، الناس كل وقت متأخر ولا يتمكن الناس من الذبح، فناسب أن نعجل بصلاة الإيه؟ بصلاة عيد الأضحى. أما عيد الفطر فيستحب التأخير. ليه العلة؟ ليتمكن الناس من إخراج زكاة الإيه؟ زكاة الفطر، حتى يكون عند الناس متسع، خلاص. يبقى هذا وقت الإيه؟ هذا وقت البداية. أما وقت النهاية فعند زوال الإيه؟ حتى زوال الإيه؟ حتى زوال الشمس، ينتهي بزوال زوال الشمس، مش غروبها، اللي هي اتجاهها ناحية الغرب إلى وقت الايه؟ وقت الظهير. طيب، ما الحكم إذا فات وقتها؟ فات وقت صلاة العيد ولم نصليها. هناك ثلاث صور في هذه الحالة. الصورة الأولى ألا يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس، يعني كما يحدث الناس تنتظر العيد وما إلى ذلك، ننتظر ما أعلن وننتظر الرؤية، فبان العيد ولم نعلم بأن اليوم عيد إلا بعدما زالت الشمس أي انتصف النهار.
فهذا عذر يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني، لا نصليها في هذا اليوم، وإنما تؤخر الصلاة، نفطر على أنه العيد ثم نصلي في اليوم الايه في اليوم الثاني، سواء كان العيد عيد الفطر أو الايه الأضحى. وبهذا قال الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، لحديث أبي عمير عن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، أن يفطروا في اليوم الذي علموا فيه أن يوم عيد، ثم في اليوم الذي بعده يخرجون لصلاة العيد. الصورة الثانية أن يؤخروا جميعا صلاة العيد عن وقتها لغير العذر المتقدم. فإن كان العيد عيد فطر سقطت أصلا ولم تقضى، قال لك نأخرها باكي ما فيش عذر، هم يعلموا الآن أن اليوم عيد، من أمس بعد غروب الشمس علموا أن غدا العيد، ولكنهم أخروها ولا ثمة عذر. قالوا لو كان عيد فطر الأصل أنها لا تقضى، وإن كان عيد أضحى جاز تأخيرها إلى ثالث أيام النحر، أي يصح قضاؤها في اليوم الثاني، وإلا ففي اليوم الثالث من ارتفاع الشمس إلى أول الزوال، سواء كان لعذر أو لغير عذر، لكن تلحقهم الإساءة إن كان الأمر لغير عذر. إن كانت المسألة لعذر، ليس العذر الأول اللي هو عدم معرفة العيد، لكنهم حبسوا عنها أو تأخروا عنها لعذر، لا يأسموا. لكن إذا أخروها بدون عذر فعليهم الإيه؟ فعليهم إثم وعليهم التوبة. الصورة الثالثة أن تؤدى في وقتها من اليوم الأول لكنها تفوت بعض الأفراد. فعند الحنفية والمالكية لا يشرع قضاؤها، بمعنى إن الناس يوم العيد أقاموا الصلاة في وقتها العادي، لكن في بعض الناس ما صلوا. هناك بعض الناس لم يصلوا الإيه؟ لم يصلوا العيد. طيب ماذا يصنعون في هذه الحالة؟ الأصل أنها لا يشرع قضاؤها، يعني من فاته صلاة العيد مع الإمام لا يشرع له أن يقضيها، خلاص لا يشرع له أن يقضيها، لأنها صلاة لم تشرع إلا في وقت معين وبقيود خاصة، فلا بد من تكاملها جميعا ومنها الوقت. وأجاز الشافعية قضاؤها في أي وقت شاء وكيفما كان منفردا أو جماعة، بناء على أصلهم في مشروعية قضاء كل النوافل، لأن الشافعية يقولون أنها نافلة ولا يقولون أنها فريضة؟ ها؟ قول الشافعية أنها نافلة، قول الشافعية أنها إيه؟ نافلة. طيب إذا كانت نافلة هل تقضى النافلة؟ تقضى النافلة ولا لا تقضى؟ لا، عند الشافعية وغيرهم أن النوافل تقضى، عند الشافعية وغيرهم أن النوافل تقضى، هذا قلناه عند الحديث عن قضاء الإيه؟ قضاء النوافل. وأتينا بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يصلي سنة الظهر صلاها بعد العصر، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر بعد العصر هذا دليل على أنها إيه؟ تقضى ولا لا تقضى؟ تقضى. فعلى قول الشافعية أن صلاة العيد سنة، معنى ذلك أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام يجوز له أن إيه؟ يجوز له أن يصلي، خلاص. لكن رأي الجمهور والله أعلم أقوى. ومنع الحنابلة قضاؤها لكن قالوا مخير، يعني إن شاء صلاها أربعا، وإما بسلام واحد أو بسلامين، وهذا الأخير ضعيف، أو مبناه على التشبيه بالجمعة. والراجح والله أعلم أن من فاتته صلاة العيد فإن كان العذر جاز أداؤها في اليوم التالي، وإن لم يكن له عذر لم يقض على ما تقدم في قضاء الإيه؟ في قضاء الفوات، خلاص، إن كان إن لم يكن له عذر، والله أعلم. طيب أين نصلي العيد؟ ذكرنا في سياق الحديث أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الإيه؟ الصلاة. والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى في الصحراء أو في مفازة واسعة، يعني مكان ساحة واسعة، خلاص. تخيل عندنا بارك ولا حاجة هنا في المنطقة وجوزوا لنا وأعطونا الرخصة نصلي العيد، هذا خير وبركة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم وتركه، يعني مع أن الصلاة في المسجد النبوي له فضل عظيم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد ويترك المسجد، هذا يدل على أن السنة إيه؟ الصلاة في الخلاء مش في العراء. ومعذرة كلمة الخلاء لا يجوز أن تقال، يعني الخلاء المقصود به مكان قضاء الحاجة حفظكم الله، يعني في بعض الأخوة يقول لك الصلاة في الخلاء، لا، الصلاة في العراء. الله عز وجل يقول فنبذناه بإيه؟ بالعراء.
المكان المكان الواسع. صلاة العيد بمكة الأفضل الصلاة في المسجد الحرام، فإن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة بالمسجد الحرام وهو أفضل من الخروج إلى المصلى، وهذه خاصة بالمسجد الحرام. لكن من صلى العيد في المسجد كما نفعل يعني ليس بآثم، هذه إذا تيسر مسألة الصلاة، لم يتيسر فالصلاة في المساجد، أو تيسر المكان لكن هناك عذر كمطر شديد أو شيء من هذا لا يستطيع الناس أن يعني أن يخرجوا معه، فيجوز الصلاة في المساجد ولا حرج في ذلك. طيب، هناك بعض الآداب التي ذكرها أهل العلم أخذوها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لا بد على المسلم يوم العيد أو من أراد الخروج للعيد أن يتأدب بها. من هذه الآداب يستحب الغسل قبل الخروج، نقول يستحب غسل العيدين مستحب. ولم يأتي في ذلك كما قرأت والله أعلم حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يحرص على الاغتسال أو أمر بالاغتسال يوم العيد، لكن يعني كان كما جاء عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا حديث موقوف على الصحابي، وفعل الصحابي سنة ما لم يخالف فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سئل علي بن أبي طالب عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الإيه ويوم الفطر. مما يستحب للمسلم أن يتأدب به يوم الجمعة أو يفعل أن يتجمل وأن يلبس أحسن الثياب عنده، إن كانت جديدة فبها ونعمة، وإن لم تكن جديدة فأفضل ثياب عنده يلبسها ويخرج بها إلى المصلى. الأصل في ذلك حديث ابن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. ابتع هذه يعني معناه اشتريها، لفظ البيع بعت أو ابتعت، بعت يعني تطلق على الاثنين، انك انت بعت أو يعني ابتعت هكذا كلفظ يعني مشترك. والحديث ومنه علم أن التجمل يوم العيد عادة متقررة بينهم ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بقاؤها. وعن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، كان يلبس يوم العيد بردة حمراء. مما يستحب فعله يوم العيد الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر خاصة، قبل أن تخرج للصلاة يوم العيد فطر أن تأكل كما كان يفعل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فكما جاء عن أنس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وعن بريدة قال كان يوسف صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسكته. والحكمة في الأكل قبل خروجه في يوم العيد أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، ما فكرش حد أنه لازم عليه يفضل من غير أكل وشرب حتى يصلي العيد، لأن بصلاة العيد يحل له الطعام، فكأنه سد هذه الزريعة. وفي الأضحى يؤخر حتى يكون فطره على أضحيته من السنة إن تيسر، يعني لو تمكنت أنك لا تأكل يوم الأضحى إلا من كبد الأضحية، تأتي بحتة كبدة كده ولا حاجة بعد ما تذبح وتضعها على النار تسويها وتأكل منها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس ولا حرج. أما إن تعسر ذلك عليك وشق وكان وقت النحر متأخر فلك أن تطعم وأن تأكل ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وقيل الحكمة إيقاع الأكل في العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما. مما يستحب للمسلمين أن يفعلوه في أيام العيدين التكبير في العيدين من حين الخروج، التكبير في العيدين من حين الخروج، وإنت خارج كده للمصلى تبدأ تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كما سنأتي إلى هذه الصيغة. قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن
رضي الله عنهم رافعا صوته بالتهليل والتكبير، رافعا صوته بالتهليل والتكبير. فيشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد باتفاق الأئمة الأربعة، لكن بينه بعض الأئمة على أنه لا يشرع في التكبير الاجتماع على صوت واحد، بينه بعض الأئمة أنه لا يشرع في التكبير الاجتماع على صوت واحد كما يفعله الناس اليوم. وقد يستدل على مشروعية هذا الاجتماع بما علقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. فالمسألة محل اجتهاد ونظر، ولا ينبغي النزاع والشقاق لأجلها. نقول الأولى أن يكبر كل على حدة، ولكن أحيانا يحدث في بعض المساجد مثلا بعض الناس يكبرون مع بعضهم فتبدأ مشاكل، لا يا أخي هذه بدعة وهذه كذا وهذه كذا. نقول الأصل أن يكبر كل على حدة، ولو توافق في التكبير قدرا فلا بأس. أما ما يحدث على أساس أنه نشيد، يحدث على أساس أنه نشودة، جماعة يكبروا كما يحدث في بعض الأماكن، جماعة يكبرون وجماعة يسكتون، فإذا وصل المكبرون إلى موضع معين يمسكون عن التكبير ثم يواصلوا من بعدهم، أو جماعة يكبرون وجماعة يردون عليهم يفعلون على أنه نشيد، هذه ليست من السنة، هذه المسألة ليست من السنة. لكن لو توافق وكبر الناس فلا بأس، لا حرج في ذلك كما ذكرناه مسألة نزاع. وإن كان الأولى كما نقول الأولى أن يكبر كل على حدة. صيغة التكبير لم يصح أن يسلم حديث مرفوع في صيغة التكبير، ما في حديث جاء فيه أنه سلم كان حينما يكبر يوم العيد يقول كذا وكذا 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 وكذا. لكن ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بالتثنية، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان ابن عباس يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما هدانا. هذه الصيغ الواردة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سلمان يقول كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وأما ما زاده العامة ومتبوعوهم في هذا الزمان على التكبير مما هو مسموع ومعروف فمخترع لا أصل له، قال الحافظ في الفتح وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك على أصل لها. قلت كانت في زمانهم زيادة وعندنا الآن صارت أهازيج وأناشيد، فالله المستعان والقائل أبو مالك. طيب اللي هي صيغة التكبير الطويلة، هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده، هذه الصيغة الطويلة كلها لم تثبت في بعضها. بعض هذه الصيغ ورد في يوم الفتح في فتح مكة، لكنها لم تثبت في حديث بهذه التركيبة أو بهذا التجميع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، قال السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالأولى أن نأخذ بالسنة. أنت ستفعل العبادة تفعل العبادة، وأنت إنما تبتغي بعبادتك وجه الله عز وجل مخلص لله فيها، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وافق الهدي في فعل هذه العبادة تؤجر عليها إن شاء الله. هل يجوز إخراج النساء حتى الحيض والصبيان إلى المصلى؟ قلنا هذا الأصل، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، خلاص العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، المرأة لا يجوز لها أن تصلي وهي حائض ولا عليها دم فهس، لكن تعتزل الصلاة، تعتزل مصلى الناس، لكن تجلس بعيد بجوارهم تستمع إلى الإيه؟ تستمع إلى الذكر. وأشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب،
إحدانا لا يكون لها جلباب. سبحان الله، تخيل ما عندها جلباب تستطيع أن تخرج به إلى الإيه؟ تخرج به إلى الخارج. قالت لتلبسه، قال صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من إيه؟ من جلبابها. واجب عليهن إذا خرجنا، على الأخوات إذا خرجنا إلى المسجد أو إلى المصلى لصلاة الفريضة أو صلاة الجمعة أو صلاة العيد أن يلتزمن آداب الخروج من عدم التطيب والتزين كما هو معلوم، وعدم لبس الألبسة الشفافة أو الواصفة، إنما يلبسن الثياب الواسعة التي لا تصف ولا تشف، لا تصف الجسد من تحتها، تصفه أي توصفه، ولا تشف أي تظهر ما تحتها، ولا يخرجن متعطرات ولا متطيبات، وإن كان في يوم عيد، وإن كان في يوم العيد، لأن بعض الناس يظنون أن الله أحل في العيد ما لم يحله في غيره من الحرام، خطأ. هناك توسعة في المباح، يجوز أن تتوسع في المباح، لكن الحرام حرام والحلال حلال. الحرام يوم العيد هو حرام في غير يوم العيد. إذا حرم على المرأة أن تتعطر وأن تتطيب وأن تتزين بالزينة هذه الظاهرة وتخرج إلى الطريق في غير العيد، فكذلك في يوم العيد. طب يا أخي، هي خرجة للعيد، هل لها، أليس لها أن تلبس؟ تلبس. لا، ما قلنا ما تلبس، لكن مسألة بتعلق في مسائل الزينة ولفت لفت الانتباه وفتنة الناس وما إلى ذلك. وإذا كان سيترتب على خروجهن كما يحدث ونرى في أيام العيد، وتخرج الأخت بكامل الزينة، يخرجن في يوم عيد بقى، خلاص يوم عيد، حتى إن البنات، يمكن بنات في سن البلوغ، يخرجن في يوم العيد، يمكن تلبس الحجاب في غير يوم العيد، ويوم العيد تخلع الحجاب وتخرج، في غير أيام العيد بتلبس الثياب، وفي يوم العيد تلبس ثياب أخرى، ما يعني الله المستعان. لا لا لا، هذه المسألة يعني لا تجوز. أما الصبيان فقد سئل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. يعني كنت لسه صغير، يعني خلاص، يعني لو أنا من الجماعة الكبار ما كنتش، يعني ما كنتش أقدر أروح، لكن ينبغي أن يكون هو نحوهما سواء صلوا أم لم يصلوا. من السنن مخالفة الطريق إلى المصلى. يعني جيت مثلا، جيت مسجد الأندلس، خدت كوتفيرت وانت جاي، ولا واخد ديكاري ولا شيء، ارجع من طريق تاني، خد إدوارد ولا خد أي حاجة تاني، خلاص المهم تفرق، جيت من مكان امشي من مكان تاني. والعلة أنا طبعا فيما يتعلق بمسألة الإيه، يعني ناس ماشيين إلى المصلى، ناس ماشية إلى المصلى، وطبعا في أمارات وعلامات ظاهرة كده، الجلاليب ولا الملابس ولا لها، فالناس ماشية في الشوارع، لأن العلة من ذلك أن يشهد لك الطريقان، الطريق اللي انت ماشي فيه يشهد انك قد ذهبت منه، لان الارض اللي انت عليها هذه ستشهد عليك. من صلى على ارض او سجد على ارض كما جاء في بعض الاثار الا بكت عليه يوم يموت وشهدت له يوم القيامه. اثاركم تكتب حسناتكم، قال صلى الله عليه وسلم. فالارض اللي انت بتصلي عليها اي بقعه، ولذلك يعني لذلك احرص ان تصلي في اي مكان تكون موجود فيه، لأن هذه البقعة التي صليت عليها هذه هتشهد لك يوم القيامة أنك صليت هنا ركعتين وقلت فيهما كذا وكذا 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 وكذا. فأكثر من السجود بين يدي الله عز وجل. فالعلة هذه أن يشهد لك الطريقان اللي انت رايح فيه واللي انت راجع منه. العلة الثانية أن ينتشر الناس في الايه، أن تظهر شعيرة الإسلام، الناس هم ماشيين ولابسين ورايحين مع مسلمين يصلوا العيد وهكذا، فتظهر هذه الشريعة. عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي خرج فيه، فاستحب أكثر أهل العلم الذهاب إلى مصلى من طريق ورجوع من طريق آخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. يستحب المشي إلى المصلى وعدم الركوب إلا لحاجة، يستحب المشي إلى المصلى وعدم الركوب إلا لحاجة. فعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، ولكنه ضعيف. وأشهد له حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، وهذا إذا كان المصلى قريبا لا يشق المشي إليه، أو مثلا لا يشق المشي إليه ولو كان قريبا بسبب شدة البرد أو شدة الحر أو المطر الشديد أو ما إلى ذلك،
فإن احتاج إلى الركوب فلا حرج من الركوب، والله تعالى أعلى وأعلم. يستحب التبكير إلى المصلى بعدما يصلوا الصبح لأخذ مجالسهم ويكبرون حتى يخرج الإمام للصلاة، وهذا إذا كان المصلى قريبا لا يشق المشي إليه، فإن احتاج كما قلنا كذلك ركب فلا حرج عليه في ذلك. يعني يخرج إلى المصلى مسرعا، يعني مش مسرعا، يجري يعني مبكرا حتى يكون من السابقين. هذه عبارة زائدة. طيب، من الأحكام المهمة أن نعلم أنه لا سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها، ما في سنة. إذا كنت تصلي العيد في المسجد في سنة اسمها سنة دخول الإيه؟ المسجد. لكن إذا كان العيد في العراء ما في سنة. طيب أعمل إيه؟ يعني أول ما أروح أجلس كده وخلاص؟ تجلس، أو إذا أردت أن تصلي صلي، لكن ليس على أساس أنها سنة تحية مسجد لأنه مش مسجد، وليس على أساس أنها سنة إيه؟ لا، ولا أساس أنها سنة عيد، لأنه لا سنة عيد، ما في سنة عيد حتى ولو كنت في المسجد. يعني اللي يجي كده يصلي ركعتين لك سنة صلاة العيد، لا، هذا ليست سنة. علي بن عباس وسلم صلى يوم العيد عيد الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال ابن العربي: التنفل في المصلى ولو فعل لنقل. التنفل في المصلى لو فعل لنقل، يعني لو أن أحدا صلى نافلة أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى لنقلها الصحابة، ولكنه لم ينقل فيها شيء. ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة من تركه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى، والله تعالى أعلم. قال الحافظ: وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص. يعني مطلق النفل يعني أنت دخلت المسجد ولا دخلت المصلى وأردت أنك أنت تصلي ركعتين ركعتين لحين ما يصعد الإمام المنبر، لحين ما يأتي الإمام وتقام الصلاة، فلا حرج في ذلك، لكن ليس على أساس أنها سنة. ورأى بعض الفضلاء كما يقول أبو مالك أن مصلى العيد مسجد، فإذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، واستدل منع النبي صلى الله عليه وسلم منع الحيط أو الحيط أن يمكثن فيه، وأمرهن باعتزاله، فكن صلى الله عليه وسلم أمرهن بالاعتزال، فهذا أخذ حكم الإيه؟ حكم المسجد، فيصلي إيه؟ يصلى ركعتين. لكن هذا الرأي فيه إيه؟ هذا الرأي فيه نظر. ليس للعيد أذان ولا إقامة، ليس للعيد أذان ولا إقامة. عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة، لا مرتين، بغير أذان ولا إقامة. قال ابن القيم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. يعني كبرنا كده صغيرين كنا يطلع يوم العيد تجد الايه الصلاه جامعه صلاه عيد الفطر ركعتين اثابكم الله. هذا ليس من السنه، لم يثبت شيء من هذا ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي من البيت يدخل الايه المصلى، فاذا ما دخل بدا في الصلاه مباشره، اصطف الناس ثم كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعتين. وصلاة الفطر ركعتان لحديث عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم. وتصلى على الصورة الآتية كيفية صلاة العيد: أولا يبدأ الركعة الأولى كسائر الصلوات بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها سبع تكبيرات أخرى قبل أن يبدأ القراءة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد، لكن ما قاله ابن القيم وكان عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، فمن رأى أن ابن عمر لا يفعل هذا إلا بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع يديه، وإلا فخير الهدي هدي محمد. خلاص، يعني السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، لكن ابن عمر ثبت أنه كان لا يرفع يديه. وابن عمر رضي الله عنهما كان من أكثر الصحابة تقفيا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت تعتقد أن ابن عمر رضي الله عنه فعل هذا تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم
أو أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فلك أن تفعل كما فعل ابن عمر فترفع يديك. طيب، ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين في سكوته بين التكبيرات، كبرت تكبيرة الإحرام تكبر التكبيرة الثانية، طب بين التكبير والتكبير ماذا نقول؟ ليس فيها شيء ثابت بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال ابن مسعود بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله، يجوز تقول سبحان الله الحمد لله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على حسب ما إيه تثني على الله عز وجل وتحمده سبحانه وتعالى وتثني عليه بما هو أهله. ثم بعد الانتهاء من التكبيرة السابعة غير تكبيرة الإحرام يقرأ الإمام الفاتحة، ثم يقرأ سورة، ويستحب أن يقرأ بسورة قاف والقرآن المجيد على أن يكون في الركعة الثانية بقراءة، يقوم بقراءة اقتربت الساعة وانشق القمر، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما، وربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، الأعلى في الأولى والغاشية في الآية في الثانية. بعد القراءة يأتي بباقي الركعة على هيئتها المعتادة، انتهى من القراءة يركع ركوع المعتاد ثم يقوم من ركوعه ثم يسجد السجدة الأولى ثم يقوم من السجدة ثم يأتي بالسجدة الثانية ثم يقف. فإذا وقف مكبرا تكبيرة تكبيرة القيام يكبر بعدها خمس تكبيرات، يفعل كما فعل في الليل في الركعة الأولى، له أن يسبح أو أن يثني على رب سبحانه وتعالى بما هو أهل سبحانه وتعالى، ويقرأ بعد الانتهاء من الخمس تكبيرات غير تكبيرة القيام يقرأ الفاتحة والسورة التي تقدم ذكرها اللي هي سورة سورة القمر أو سورة أو سورة الغاشية، ثم يتم صلاته ويسلم. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في صفة صلاة العيد عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد سبعا في الأولى ثم قرأ ثم كبر فركع ثم سجد ثم قام فكبر خمسا ثم قرأ ثم كبر فركع ثم سجد ثم كبر فركع ثم سجد، يعني أتى بالصلاة على هيئتها. نأتي إلى الخطبة ويعني خلاص انتهينا إن شاء الله، نأتي بس الأحكام المتعلقة بخطبة خطبة العيد. السنة أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة واحدة لا خطبتين، السنة أن يأتي يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة واحدة لا خطبتين، والأصل أن الخطبة بعد الصلاة وليست قبل الصلاة، وقد فعل ذلك بعض الناس فأنكر عليهم، يعني أتى فخطب ثم صلى فأنكر عليه هذه المسألة. أما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى المصلى بدأ بالصلاة ثم صعد فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة واحدة، لكن كان في خطبة تانية أو في موعظة تانية يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم النساء، موجهة إلى النساء خاصة، فسنبين مسألة الخطبتين والخطبة الواحدة، لكن نأتي نأتي بالأدلة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على المنبر واقفا على الأرض لا على المنبر، كذلك فعل صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون من بعده. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وعن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، يعني يعطي شيء أو أمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله
غيرتم والله. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. هو قال قال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. يعني هي العلة في إن هو لما كان يصلي وبعد ما يصلي الناس كلهم يمشوا ما يقف ما يجد حد يخطب فيه. فهو حتى يربط الناس يعمل إيه؟ فيخطب الأول إنه كله قاعد عايز يصلي. ما هو إذا مشى ما صلاش العيد فأصبح هو مرتبط زي ما احنا رابطينكم يوم الجمعة كده. فخطبة الايه؟ خطبة العيد او اعملها في الاول كده كما قال. فجعلتها قبل الصلاة. وحضور هذه الخطبة لا يجب ويستحب للامام ان يخير في حضورها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي عمل مسألة انه صلى قبل الايه؟ صلى خطب قبل الصلاة هو مروان بن الحكم. وخالف بذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. والاصل الأصل الهدي النبوي، الخطبة الصلاة ثم الخطبة بعد ذلك. وشوف سبحان الله يخير الإمام الناس في أن يجلسوا الخطبة وأن ينصرفوا. يعني مثلا مش سرتك تمسكهم وتعاتهم، يعني عايز العايز يبقى يسمع الخطبة أهلا وسهلا، حابب ينصرف ينصرف. فقد جاء عن السائبي عن عبد الله بن السائبي قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب. هذا شوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو بقى مروان حابب يحكم الناس ويجلسهم. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبه فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب. هذا قاله الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه. خطبه العيد كسائر الخطب. كيفيه خطبه العيد؟ طبعا المشتهر ان خطبه العيد تبدا بالايه؟ تبدا بالتكبير. يبدأ الإمام يكبر ثم بعد ذلك بعد ما يكبر بقى يبقى يأتي بالشهادتين والحمد والثناء وما إلى ذلك. لكن السنة على خلاف هذا. السنة أن يبتدئ الخطيب خطبة العيد بالحمد والثناء على الله عز وجل كما يفعل في سائر الخطب. طيب يعمل إيه؟ يعني الحمد للمقدمة هذه التي يأتي بها ومقدمة خطبة الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها الأسبوع الماضي. هذه هي السنة. فلم يصح حديث مرفوع في افتتاحها بالتكبير. لكن هو العلة انه الامام بيطعم الايه؟ بيطعم الخطبة بالتكبير. يعني له ان يكبر بين الايه؟ بين الحين والحين. فلا حرج في إيه؟ لا حرج في ذلك. هي مسألة كده طبعا شوية بعض الناس يوم العيد تقول له عمكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم وغفر الله، يقول لك يا اخي لم تثبت التهنئة. طيب مش نقول لك انا شو انا يوم مبارك ويوم عيد ايش نقول لك فيه؟ اقول لك كل عام وانت بخير وكل عام وانت طيب. يقول لك لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عام وانت بخير وكل عام وانت طيب. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال اما التهنئه يوم العيد بقول بعضهم لبعض اذا لقي بعض الصلاه تقبل الله منا ومنكم او احال عليك يعني اعاده عليك ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفه من الصحابه انهم كانوا يفعلونه. قال الحافظ في الفتح وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير ابن نفير قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. ونقل ابن قدامة في المغني نحوه عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل نقل عن أحمد تجويده حديث أبي أمامة. ويعني هذه مسألة واضحة رخص فيها الأئمة كأحمد وغيره. لكن قال أحمد أنا لا أبتدئ أحدا فإن ابتدأني أحد أجبته، إن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، أما الابتداء بالتهنئة فليس مأمورا به ولا هو أيضا مما نهي عنه. فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة. ولا ينكر هذا على هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ولا ريب لأن هذه التهنئة من محاسن الإيه؟ من مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات ومما يدخل السرور على قلوب الإيه؟ على قلوب الإخوة.
أن تقول له تقبل الله منا ومنكم أو غفر الله لنا ولكم أو أي صيغة ليس من الإيه ليست من الصيغات اللي فيها مخالفات شرعية كما يفعل بعض الناس، بس أن يأتون ببعض الصيغة بعض الصيغ أو بعض الألفاظ التي قد تكون تتحمل مخالفة، فهذه يبتعد عنها الآية يبتعد عنها الإنسان. لكن قول غفر الله لنا ولكم أو أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام ونحن في صحة وعافية وفي ستر وأمن وإلى الله أقرب، يعني أي صيغة من الصيغ الواردة هذه فلا حرج فيها والله تعالى أعلى وأعلم. ومن أخذ بما يعني أخذ بما كان يقوله بعض الصحابة تقبل الله منا ومنكم أو أحال عليك وغير ذلك فلا حرج والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهنا نكون قد انتهينا من الحديث عن الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين.